بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من مكتبته في مدينة الرياض. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيتين الأخيرتين في سورة الأعراف في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: واذكر ربك في نفسك، اذكره بأسمائه وصفاته وبحمده تعظيمه سبحانه وتعالى، واذكر ربك في نفسك، يعني تخفي ذكر الله سبحانه وتعالى بقدر ما تسمع نفسك، لأن هذا أدعى للإخلاص لله عز وجل. تضرعا منصوب على أنه مفعول لأجله، أي من أجل التضرع إلى الله جل وعلا. وخيفة يعني خوف من الله عز وجل، تضرعا إليه وخوفا منه سبحانه وتعالى، وإجلالا له وتعظيما له. ودون الجهر، دون الجهر يعني يكون صوتك دون الجهر بقدر ما تسمع نفسك، دون الجهر من القول، وذلك في وقت الغدو وهو أول النهار، والآصال وهو آخر النهار. فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله في هذين الوقتين خاصة لفضلهما، وليختم نهاره بذلك، يفتتحه بذلك ويختتمه بذلك. ثم قال جل وعلا: ولا تكن من الغافلين، هذا نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن الغفلة عن ذكر الله عز وجل، فلا يغفل عن ذكر الله وينسى ذكر الله، بل يكون دائما له على بال، على قلبه ولسانه، لأنه مع الله دائما وأبدا. والله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله. ثم ذكر الملائكة لأن لنا بهم قدوة: إن الذين عند ربك وهم الملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته، مع ما لهم من المكانة والعظمة فإنهم لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل، لأنهم عباد مفتقرون إلى الله، ولأنهم يخافون الله ويعظمونه، فنحن نقتدي بهم في ذلك. لا يستكبرون عن عبادته، الذي يستكبر عن عبادة الله هذا من أهل النار،
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا آصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، يعني ينزهون الله سبحانه وتعالى عما يليق به، وله يسجدون، يسجدون لله على جباههم، يخرون على جباههم ساجدين لله تعظيما لله وإجلالا لله وتقربا إليه. إذا كان هذا حال الملائكة الذين عند الله فنحن أولى بهذا، لأننا عباد فقراء محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ونبدأ باستقبال مهاتفات الإخوة والأخوات وكذلك الرسائل، ونذكر بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة زميلي معجب الدوسري على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، 011-80-88-3-0. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة رسائل عبر الجوال يذكر فيها بأن المسجد الفلاني فيه عدد كذا من الجنائز والمسجد الآخر فيه عدد كذا من الجنائز، وتذيل الرسالة باغتنم حسنات مثل الجبال. هذا تكلف لا داعي له، وما كان السلف يعملون مثل هذا العمل، يحصون الجنائز، والمسلم يحرص على الصلاة على الجنازة وتشييعها وحضور دفنها والدعاء لها، من صلى عليها له قيراط من الأجر، ومن شيعها وحضرها حتى تدفن له قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت بجنازة في مسجد فإنك تحتسب الأجر، تصلي عليها وتشيعها إلى قبرها، تحضر دفنها، ثم تقوم على قبرها بعد الدفن تستغفر لها وتسأل الله لها التثبيت، لأنه وقت سؤال الملكين، هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول هذا السائل أبو عبد الله: الحياء المحمود والحياء المذموم، ما الفرق بينهما وأيهما يأخذ به المسلم؟ الحياء المحمود هو الذي يحمل صاحبه على ما يجمله ويزينه، وهو من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وهو يكف الإنسان عما لا يليق به ويحمله على ما يجمله عند الله وعند خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا هو الحياء المحمود. وأما الحياء المذموم فهو الحياء الذي يرد صاحبه عن أن يطلب العلم، عن أن يدعو إلى الله، عن أن يعمل الخير. وهذا في الحقيقة ليس حياء، وإنما هو خجل. فعلى الإنسان أن يترك هذا النوع من الحياء، وأن يلزم الحياء المحمود الذي هو كما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويترك هذا الحياء الذي يمنعه من الخير أو يضعفه ويضعف همته، فهذا مذموم. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وتليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بالشيخ.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اتخاذ بعض جمل الأذان للجوال، حيث نسمع بعض الجوالات تؤذن ونحن في الصلاة. هذا ظاهرة سيئة، وهي أن يخزن صوت المؤذن لأجل التنبيه على المكالمة، ما هو لأجل ذكر الله أو لأجل، إنما لأجل التنبيه على المكالمة التي في الجوال. هذا فيه امتهان لذكر الله عز وجل، هو فيه تشويش على الناس وعلى المصلين، فينبغي تجنب مثل هذا، ويجعل في الجوال منبها مناسبا لا يؤذي أحدا وهو ينبه صاحبه عند الحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، بعض الكتب مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، فما المقصود بذلك ولمن أراد أن يطبع هذه الكتب؟ المقصود أنه لا يطبعه أحد إلا بإذن من طبعه الأول، لأن أخذ حق الطبع، وهذا نظام معروف في المطبوعات، وممنوع أن أحدا يطبع كتابا طبعه غيره إلا بإذنه، إلا إذا أذن، وكتب عليه لا بأس بطباعته لمن يريد، لا بأس. نعم. هل هناك مانع في الزيادة مقابل التأخير في البيع والشراء؟ نعم، بيع الأجل معلوم أنه يكون بزيادة عن بيع الحاضر، فلا بأس بذلك إذا كان من أجل الأجل. معلوم أن بيع الأجل أكثر من بيع الحاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا شيء معروف. وأما يعني التأجيل الذي الزيادة في الدين، إذا كان لإنسان دين على شخص وأفلس أو عجز عن التسديد ثم يزيد عليه الدين ويؤجل مرة ثانية، هذا هو ربا الجاهلية، وهذا حرام. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر يؤجل على يمهل، المعسر يمهل حتى يسدد، أو يستطيع التسديد من غير زيادة من أجل التأخير، أو يعفى عنه، وهذا أفضل، وأن تصدقوا، هذا صدقة، وأن تصدقوا خير لكم. نعم، أحسن الله إليكم. إذا سافر الإنسان يا شيخ في شهر رمضان للنزهة أو غيرها، هل يحق له الفطر؟ وما شروط السفر المبيح للفطر؟ بارك الله فيكم. شروط السفر المبيح للفطر أن يكون مباحا، لا سفر معصية، وأن يبلغ المسافة وهي مسيرة يومين للراحلة وتقدر بثمانين كيلو تقريبا، فهذه أن يكون السفر مباحا أو سفر طاعة، ولا يكون سفر معصية، ولا يكون دون المسافة المحددة، وهي يومان القاصدان بسير الأقدام ودبيب الأحمال، وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. نعم، وصلنا. هذا السؤال يقول فيه السائل: يا شيخ، الرجل كيف يتعامل مع الخلاف الذي يقع بين زوجته وأمه؟ يصلح بينهما ويحث زوجته على الرفق بأمه، وعلى ألا تغضبها ولا تسيء إليها، وأن تعينه على برها، وهي مأجورة في هذا. نعم،
يسأل هذا السائل يا شيخ عن صلاة الضحى، متى تبدأ ومتى تنتهي وعدد الركعات؟ صلاة الضحى تبتدي من ارتفاع الشمس قيد رمح، وتنتهي بقيام الشمس في وسط السماء على الرؤوس حتى تزول الشمس. هذا هو وقت صلاة الضحى، وعددها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. هذه الأخت السائلة تقول كثيرا ما تدعو الأمهات على أولادها بسبب سوء أعمالهم، دعاء الأم على ولدها قد يستجاب فضيلة الشيخ وقد لا يستجاب؟ نعم، دعاء الوالد مستجاب، ولكن على الأم لا تدعو على أولادها، بل تدعو لهم بالصلاح والاستقامة، ولو أساءوا إليها تسمح عنهم وتدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية، وهذا هو من حقهم، من حقهم عليها. نعم. وصلنا هذا السؤال من سائل يقول: من قطع طوافه أو سعيه للصلاة فهل يتم من مكانه أو يستأنف من جديد؟ الأحوط أن يبدأ الشوط من الحجر الذي قطعه، أن يبدأه من الحجر يستأنفه، هذا هو الأحوط له. نعم. نبدأ بالمتصل أسامة من الرياض. أسامة، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ، السؤال الأول: لماذا يسكت المسلمون عن المسجد الأقصى؟ طيب، قصر التلفزيون، شكرا. يعيد السؤال: واجبنا نحو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. فهي المساجد الأنبياء، وهي التي يسافر لأجل عبادة الله فيها، وهي مباركة، مساجد مباركة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الواجب في شهر الله المحرم، وما هي الأيام التي تصام منه؟ نعم، يستحب صيام غالبه ولا يصام كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا غير رمضان، ولكنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيصام غالبه، وآكده العاشر، ويوم قبله وهو التاسع، أو يوم بعده، لا يصومه مفردا. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال: صوموا يوما قبله، وهو يكفر السنة الماضية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وقد وردنا هذا السؤال، وهو كثيرا ما نسأل عنه يا شيخ. يقول: بعض الناس يا شيخ يشارك في الحديث عبر الجوال حول الصلاة أو صلة الأرحام، ويجتمع، هل تعتبر هذه من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة؟ لا تعتبر المجالس التي تغشاها تحفها الملائكة، هي المجالس التي تكون في حلق العلم، حلق الذكر، وتكون في المساجد أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. ولا يحصل هذا بالجوال والإنترنت إلقائه في الجوال. نعم، أحسن الله إليكم. أبو تركي من الطائف، تفضل يا أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مساء الخير حبيبي. حياك الله. حياكم الله. الشيخ الله عندي سؤال. تفضل تفضل. قبل يومين اشتريت لي مجموعة خرفان من واحد تاجر راعي أغنام وبيع وشراء. وأعطيت الفلوس وأخذت الخرفان، وبعدين سمعت إنه قالوا يشتغل هذاك في الربا، يبيع فلوس بفلوس وزي كذا، والله ما أدري هل باعت فيه نظيفة ولا ما هي نظيفة. إذا كنت ما تعلم أن ثمنها من الحرام فلا بأس، إذا كان عنده مال حلال وعنده مال حرام فإنك تشتري منه ما لم تعلم أن هذه الخراف اشتراها بمال حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا، لكن عندهم أموال حلال. نعم، شكرا شكرا. يعني رجع عليه ولا شريتي نظيفه ما بيصير. يا اخي اجبناك، قلنا اذا كنت تعلم ان ثمنها حرام فهي حرام ترجعها عليه، واما اذا كنت لا تعلم فهي مباحه والحمد لله. نعم، شكرا. ما صحه ما يذكر بان هناك حديث قدسي جاء فيما معناه كذب عبدي حينما قال يحبني فإذا جن الليل نام عني، أليس الحبيب يحب أن يخلو بحبيبه؟ هذا يذكره الوعاظ، والله أعلم، ما أدري عن سنده. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة للتوبة يا فضيلة الشيخ، قرأت بأنها لابد أن تكون بعد عمل صالح، مثلا بعد صلاة جمعة أو بعد رمضان أو حج. التوبة إلى الله مطلوبة ويبادر بها، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فيبادر بالتوبة ولا يلزم تكون بعد عمل صالح، يكون العمل بعدها، إلا الذين تابوا وأصلحوا يكون العمل بعدها، وإذا كان قبلها عمل هذا شيء طيب. نعم، يقول هذا السائل يا شيخ، أحيانا طالب العلم يحس بأنه وصل إلى مرتبة العلم العالية، وأحيانا يحس بأنه جاهل، ما هو السبب في هذه الحال وبماذا توصون طلاب العلم؟ الإنسان جاهل ما لم ولو كثر تعلمه، قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فما يجهله أكثر مما يعلمه، فعلى الإنسان أن يعتبر نفسه مقصرا وناقص العلم، ولا يعتبر نفسه أنه بلغ رتبة عليا من العلم، هذا من الغرور، وهذا أيضا مما يثبطه عن طلب العلم، والعلم لا يبلغ منتهاه، وإنما المسلم يأخذ ما يسر الله له، ومن قال إنه عالم فهو جاهل. نعم، هذا السائل يا شيخ صالح يقول، هل الإيمان يزيد وينقص، وما قول أهل السنة في ذلك وكذلك المخالفين؟ لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بنص القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالأعمال الصالحة تزيد الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإذا كان يزيد بالطاعة فإنه ينقص بالمعصية، لأن من لازم أنه يزيد من لازمها أنه ينقص بالمعصية والمخالفة. وهذا كما جاء في الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان دل على هذا الحديث على أن له أعلى وله أدنى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا. فهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه. أما المرجئة فإنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الليث، تفضل أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، عندي سؤال أبغى أسأل عن الاكتتاب في البنك الأهلي، هل هو حلال أو لا حرام؟ يا أخي، هذا صدرت فيه الفتوى من اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز الاكتتاب في البنوك الربوية ولا في الشركات الربوية والمؤسسات الربوية، لا يجوز الاكتتاب فيها لأنها حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك في القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهل الربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب؟ من جحد تحريمه كفر، ومن أكله وهو لا يجحد تحريمه فإنه يكون عاصيا لله عز وجل، مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فتحت تجارة على شبكة الإنترنت وأبيع والبضائع مثلا في دولة، وفتحت حسابا يدخل فيه حسابي من هذه البضائع والشراء، ما رأيكم فيها؟ والله هذا شيء لا أعرفه، والبيع والشراء كما جرت به العادة، البيع والشراء يكون في مجلس العقد، يكون في مجلس العقد، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصحا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. هذا السائل يقول: تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، التعريف بهما يا شيخ سريعا. نعم. يقول: تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام، ربوبية والألوهية والأسماء والصفات، التعريف كل قسم يا شيخ. نعم، توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من أنواع العبادات، هذا توحيد الألوهية. وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة، هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم. أبو خالد من المدينة النبوية، تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أحيانا تفوتني صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة، وأصليها في بيتي جماعة مع أبنائي قبل طلوع الشمس، هل يعتبر في ذمة الله يا شيخ كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ بارك الله فيك. شكرا. نعم، إذا صليتها في بيتك، فاتتك صلاة الجماعة، صليتها في بيتك مع أولادك، تكون صلاة جماعة، والجماعة اثنان فأكثر،
تكون صلاة جماعة، لكن لا تعتد هذا وتستمر عليه وتعود نفسك وأولادك الكسل، بل احرصوا على حضور الجماعة مع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فعليك أن تحرص على حضور صلاة الجماعة في المسجد، وتستصحب أولادك وتربيهم على ذلك، لا تتساهل في هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بالنسبة للزوج الذي يأخذ من راتب زوجته دون علمها لأن معه الصراف، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والزوجة التي لها راتب، إن كان شرط عليها حين الإذن لها بالعمل أن تعطيه من الراتب أو أن يأخذ منه، فلا بأس، المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يشترط عليها فلا يأخذ من راتبها إلا بإذنها وطيب نفسها. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: ما المقصود بالبدعة؟ وهل أهل البدع في هذا العصر أكثر أم أنهم أقل من العصور المتقدمة؟ البدعة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث في الدين مما ليس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدعة، والبدعة لا يقبلها الله ولا يحبها ولا يثيب عليها، بل يعذب عليها، لأنها ليست من الدين، ليست من دين الله عز وجل. وأما كثرة المبتدعة أو قلتهم، الله أعلم بذلك. نعم. سعد من خميس مشيط معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا أحد موظفين أحد الدوائر الحكومية، يصرف لنا خارج دوام، لكن خارج دوام هذا ما نعمله، يعني يقولون هذه مكافأة من الرئيس، ما أدري هي حلال يا شيخ؟ الله يرضى عليك. شكرا. شوف يا أخي، هذا يرجع فيه إلى النظام. إذا كان هذا الصرف ينطبق عليه النظام فهو حلال، أما إذا كان مخالفا للنظام فإنه لا يجوز، ولو أذن به الرئيس أو المدير، ولا يملك الإذن في هذا. اللي يملك هذا ولي الأمر، والنظام الذي شرعه ولي الأمر، نظام الموظفين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل مرضت زوجته واحتاجت إلى عملية وأتعابها، فأخبرت أهل الخير بحاجة المرأة للعملية وأنها صالحة، فقال أحدهم: علي علاجها، وجاء آخر وقال: علي علاجها، فهل يجوز الأخذ من الاثنين أم يقال لأحدهم: قد تيسر حق العملية؟ لا بد أنه يقال: العملية تسددت ولا حاجة إلى أخذ ما زاد من الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الترتيب في جمع التأخير، هل يجب الترتيب في جمع التأخير مثل العصر والظهر والمغرب والعشاء؟ نعم، لابد من الترتيب، تصلي الصلاة الأولى ثم الصلاة المغرب ثم العشاء مثلا، وجمع التأخير مثل جمع التقديم، لا بد أن لا يفرق بين الصلاتين إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما وصل إليها، جمع تأخير بين المغرب والعشاء، ولم يفرق بينهما إلا بمقدار حط الرحل أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة يا شيخ تقول بأن لها بنت صغيرة، وتقول: عندما أصف لي صلاة الفريضة
تقف أمامي أو تمر أمامي، هل تقطع الصغيرة الصلاة وكذلك الأولاد؟ لا تقطع الصغيرة الصلاة والأولاد لا ينضبطون، فلا تقطع الصلاة إن شاء الله. نعم. السترة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمصلي هل هي واجبة؟ السترة سنة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته حينما علمه الصلاة، دل على أنها سنة وليست واجبة. وسترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للتكلف في تلحين الدعاء وفي صلاة القنوت والتكلف فيه، وكذلك إذا الإنسان يريد أن يصلي صلاة الليل، هل له أن يرفع الصوت ويلحن القنوت؟ لا داعي لتلحين القنوت، أن يكون بصوت عادي وفي خشوع وخشية إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تحسين الصوت والترتيل هذا للقرآن الكريم. وأما الجهر بصلاة الليل هذا حسب المصلحة، إذا كان عنده من يصلي ويشوش عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. وأما إذا لم يكن حوله أحد يشوش عليه أو يتأذى به من نائم أو متحدث أو غير ذلك فإنه يجهر. نعم. عبد الرحمن من الرياض، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أنا عندي سؤالين، السؤال الأول: هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ طيب يجاوب الشيخ لحظة. نعم يجوز، بشرطين: أن يكون المتبرع لا يتضرر بأخذ العضو منه أو الجزء منه لا يتضرر به، والشرط الثاني أن يكون المتبرع له ينتفع بذلك ويحتاج إليه. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني: أنا من طلاب جامعة الملك سعود، رحت سجلت في شركة بمعنى السعودة، بأني يسلموني مكافأة من غير أني أشتغل، يعني رحت عندهم قلت لهم بمعنى أني أيش يعني يمديني أشتغل عندكم، يعني أدي أداوم وأشتغل مكافأة، قالوا لا روح احنا بنسلمك مكافأة شهرية بس يكون اسمك عندنا أنك شغال، فهل هذا يجوز أو لا؟ هذا لا يجوز، ولأنه كذب، لأنه كذب، ولا يأتي بالمطلوب من السعودة. المطلوب في السعودة أن يشغل السعوديون بدل غير السعوديين لأجل مصلحتهم، أما أنه يأخذ بدون أنه يعمل عمل وإنما احتيال على النظام فهذا لا يجوز، لأنه كذب وأكل للمال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، من أسقط تراب أو جدار على مجموعة من القطط وهو لا يدري عن هذه القطط، فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، إذا لم يتعمد فليس عليه إثم. نعم. يقول السائل: صلاة الفرد خلف الصف ما حكمها؟ لا تصح صلاة الفرد خلف الصف، لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخطب الإمام في الجمعة، في صلاة الجمعة، ويذكر الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا من اللغو في الخطبة؟ لا ترفع صوتك بذلك، صل عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك بذلك. نعم. يسأل عن صلاة التسابيح وصلاة الحاجة، هل ورد فيهما شيء؟ صلاة التسابيح بدعة لأنه ما ثبت فيها شيء، حديث الوارد فيها ليس بالقوي أو ليس
بما يحتج به، ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، فلم يصح فيها حديث. أما صلاة الحاجة ورد أنه إذا أراد حاجة يصلي ركعتين ثم يسأل الله حاجته. نعم. يقول في كتب الفقه: ما المراد بالاجتهاد وما المراد بالقياس؟ يا أخي تعلم أول شيء، تعلم الأصول الفقه وأصول ومصطلح الحديث، وتعلم الفنون. أما أنك تسأل عن القياس وعن الأصول الفقه وأنت مبتدي، هذا لا يصلح ولن تستفيد بذلك. نعم. يقول الشيخ: هل من الصواب ومن السنة أن يسأل طالب العلم عمن سيأخذ عنهم العلم ويتحرى في ذلك أشد التحري عملا بوصية ابن سيرين؟ العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم يعرفون عند الناس، ليسوا بخفيين، يعرفون عند الناس. العالم الذي لا يعرف يسأل عنه ولا يستعجل، أما المعروف والمشهور عند الناس والموثوق لا حاجة إلى السؤال عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لمن ترك صلاة الليل، متى يقضي هذه الصلاة؟ يقضيها من وقت ارتفاع الشمس إلى الزوال، كله وقت لقضاء صلاة الليل. نعم. يسأل يا شيخ أيضا عن الاستخارة: لو استخرت الله بالدعاء دون أن أصلي ركعتين. هذا ناقص، هذا عمل ناقص. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي الركعتين من غير الصلاة ثم يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة. نعم. يقول الشيخ هذا بأنه طالب في الجامعة في الأحساء، وإذا مر من وهو من أهل الدمام، هل يجوز له أن يجمع الظهر والعصر؟ وإذا حضر إلى الدمام في الساعة الثالثة عصرا في نفس اليوم، كيف يتعامل مع الصلاة؟ نعم، إذا كان بين الدمام وبين الأحساء مسافة قصر 80 كيلو فأكثر خارج البنيان من البلدين، فإنه يجمع ويقصر في الطريق. وإذا حضر، إذا رجع مثلا وصلى وجمع العصر مع الظهر في الطريق، فإنه أدى ما عليه. فإذا دخل البلد وحانت صلاة العصر فلا يصليها مرة ثانية، لأنه صلاها الحمد لله. نعم. قول إن شاء الله في الوعود وغيرها فضيلة الشيخ، هل هو مستحب؟ نعم، شيء مستحب. ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، التقييد بمشيئة الله هذا طيب وفيه أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. عبد الله من المدينة النبوية، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. حبيت أسأل فضيلة الشيخ، عندي زوجتي حامل 4 شهور، ورجعنا المستشفى قبل يومين وقالوا لنا الجنين متوفي، فما الحكم فيما يخص الجنين اللي هو الغسل، الصلاة، تسميته، العقيقة؟ لأن كثير من الناس أكيد لازم تسميه وتعقن. جزاكم الله خير. شكرا. كان نفخت، إذا كان نفخت فيه الروح بلغ 4 أشهر فأكثر، فإنه يأخذ حكم الجنازة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقبرة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. انتشرت يقول في الآونة الأخيرة كتب التفسير، تفسير الأحلام، وقراءة الناس لها والتهافت عليها فضيلة الشيخ. لا تقرأها، وهذه الكتب ليست صحيحة، فلا تقرأها ولا تعتمد عليها. نعم. يقول: ما حكم دلك الأرجل عند الوضوء وقضاء بعض الوقت في ذلك يا شيخ؟ دلك سنة، جريان الماء على
العضو على محل الفرض هذا واجب فرض، وأما الدلك فهو سنة إن حصل وإلا فليس بلازم. نعم. السائل يقول: أخي فقير وشاب وينفق عليه والدي، فهل يجوز نعطيه من زكاة مالي؟ نعم. يقول: أخي فقير ومحتاج وينفق عليه والدي وهو شاب، فهل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي له؟ إذا كان والدك قائما بنفقته ولا يحتاج فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه استغنى بنفقة الوالد عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأسئلة التي ترد كثيرا عن شراء سيارات عن طريق التأجير وتنتهي بالتمليك، فقد اشتريت سيارة الآن أنا بمنتهية بالتمليك، أخطأت في هذا وهذا لا يجوز، هذا بيع لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنين، والقرار عمم ونشر، فلا يجوز هذا، فأرجع السيارة وخذ نقودك. نعم. تعليق أذكار الصلاة في مقابل المحراب الذي يستقبله المصلون حال صلاتهم، هذا شيء عمله الجهال والشباب المجتهدون، والمساجد لا يعلق فيها كتابات ولا يكتب على الجدران جدران المساجد، لأن هذا يشغل المصلين، والذي يريد يعلم الناس الأذكار يعلمهم بغير الكتاب، يوزع عليهم النسخ الصحيحة في أذكار الصلاة، أو يدرسهم إياه تدريس. وأما أنه يعلق في المسجد هذا لا يجوز، يجب أن المساجد تصان عن هذه المعلقات. نعم. الشخص الذي يقوم بالعمل الصالح لكن يحب أن يتطلع إلى ثناء الناس عليه من هذا العمل. نعم. يقول: الشخص الذي يقوم بالعمل الصالح لكن يحب أن يتطلع إلى ثناء الناس عليه بعد العمل، هل هذا يقدح في أعماله؟ هذا رياء، هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل، هذا يبطل العمل، لأنه يحب أن يثني عليه الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا معنا متصل محمد من الرياض، تفضل يا محمد. دام فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام. والسلام. كيف حالك يا شيخ؟ طال عمرك، انا عندي سؤال. حياكم الله خير. سياره ماخذها ايجار منتهي بالتمليك وفيها دفعه اخيره، وانا رجال تايب طال عمرك لوجه الله، وابغى ما ادري الحكم في ذلك، وما عندي سياره توديني الدوام اذا رجعتها غيرها. يا أخي هذا بيع غير صحيح، هذا بيع غير صحيح، وسمعت الجواب عنه، فأرجع السيارة وخذ ما دفعته. نعم. بعض الناس عند زيارتهم لقبر الرسول يقولون: الشفاعة يا رسول الله، وهذه العبارات هل تخل بالعقيدة؟ نعم، لا يجوز هذا، والرسول لا يطلب منه شيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لا يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه أي حاجة، وهذا من وسائل الشرك، فلا يجوز هذا العمل، ويجب البيان للناس وتعليم الناس العقيدة الصحيحة وما يؤثر عليها من البدع والمحدثات. نعم. هذا سائل يقول بأنه ذهب إلى الحج في العام الماضي وهو من سكان الرياض، وبعد العمرة ذهب إلى جدة، وفي اليوم السابع ليلة الثامن ذهب إلى منى، ثم أحرم في ذلك اليوم، اليوم الثامن من منى، فهل الفعل هذا الرجل صحيح؟ رجل ذهب إلى الحج وهو من سكان الرياض، وبعد العمرة نعم ذهب إلى جدة، وفي اليوم السابع ليلة نعم نعم وفي اليوم السابع ليلة الثامن ذهب إلى منى،
ثم أحرم في اليوم الثامن من منى. هذا أخطأ، الواجب أنه أحرم من جدة، يعني الواجب أنه أحرم من جدة في الحج وذهب إلى منى، هذا هو الواجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بيع مياه زمزم والعسل وزيت الزيتون المقري عليه بالرقية الشرعية. إذا عرف الراقي وأنه من أهل الرقية الشرعية الصحيحة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للصيام، يقول: هل الإنسان مخير إذا صام يوم الاثنين والخميس وحدث له أن يفطر في ذلك اليوم الاثنين والخميس، هل له ذلك؟ نعم، صوم التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته وأخبروه أن حضر عندهم طعام، قال: أرني فإني أصبحت صائما، ثم أكل منه صلى الله عليه وسلم. وقال الصائم أمير نفسه، إن شاء أكمل الصيام وإن شاء أفطر، أما الفرض فلا يجوز قطعه. نعم. يقول: ما المدة التي نختم بها القرآن؟ هل هو بين الأسبوع إلى الأسبوع الآخر؟ أوسع شيء إلى شهر، وإن ختمته في كل 10 ليال أو في كل 7 ليال أو في كل 3 ليال فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: بالنسبة لصيام الأولاد عن والدهم، وهذا الوالد توفي في أول يوم من رمضان العام الماضي، هل يقبل هذا الصيام؟ ليس عليه الصيام، هذا اللي مات في أول يوم ولم يدرك الشهر، مات قبل أن يدرك الشهر، هذا ليس عليه الصيام فلا يصام عنه، ولو سألوا قبل أن يصوموا لكان أحسن لهم. نعم. يقول هذا السائل: ما المراد بالتحلل الأول والتحلل الثاني في الحج، وما الذي يجوز فيه؟ التحلل الأول عنده 3 أشياء: إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف وسعى، إذا استكملها تحلل التحلل الكامل، محظورات الإحرام كاملة حتى زوجته. وأما إذا فعل 2 منها من هذه 3 فإنه تحلل أول، يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام إلا الزوجة حتى يأتي بالثالث. نعم. أحمد من حائل، تفضل يا أحمد. نعم، انقطع الخط بيننا وبين أحمد. فضيلة الشيخ يقول: بأنني شاب تركت في بداية عمري في 15 بعض الصلوات، والحمد لله أنا الآن التزمت وحافظت على الصلوات في أوقاتها، الصلوات التي تركتها هل أقضيها الآن؟ إذا كنت تبت إلى الله توبة صحيحة وحافظت على الصلاة هذا يكفي إن شاء الله. نعم. في الآية الكريمة في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ما هي الأشياء التي تدخل في هذا الاكتيال؟ الكيل والوزن، لا ينقص من ذلك شيء، لا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فيقيم يوفي الكيل والوزن، يوفي الكيل والوزن ولا يبخس الناس أشياءهم وينقصها فيخونهم في ذلك، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ومثل سائر السلع أيضا، لا ينقصها شيئا يخفى على المشتري وبدون علمه. نعم. يقول: تخرجت من الجامعة وأنا بين أمرين، الحج والزواج، بأيهما أبدأ؟ إذا كنت تخاف على نفسك من عدم الزواج فإنك تقدم الزواج، وإذا كنت لا تخاف على نفسك فإنك تقدم الحج، هذا إذا كان المال قليلا، أما إذا كان المال كثيرا يتسع للحج وللزواج
فلا بأس بذلك، أنت تحج قبل أن تتزوج أو تتزوج قبل أن تحج. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، بعض الآباء يختار أسماء غريبة لأبنائه وبناته. مش مثل يختار أسماء يعني قد تكون صعبة في نطقها وغير ذلك يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على اختيار الأسماء الحسنة الطيبة، ونهى عن أن يعبد الاسم لغير الله كعبد الأمير أو عبد الحسين أو عبد العزة أو عبد الأمنات أو ما أشبه ذلك من الأصنام أو من الأشخاص، لا يجوز أن يعبد إلا لله عز وجل. وأما ما عدا ذلك فالاسم الذي يشتمل على معنى حسن هذا طيب، والاسم الذي يشتمل على معنى سيء لا يجوز التسمية به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم عمل الملصقات الدعائية للدروس والمحاضرات والأدعية، لأن بعض الأدعية يا شيخ تكون موضوعة أو تكون ضعيفة وغيرها. لا يجوز أن يوزع على الناس أو يلصق على الجدران إلا ما تأكد من صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت لا أشجع على الملصقات هذه، لأن هذا عمل لم يعمله السلف، ويكفي أن تعلم الناس الأذكار الطيبة أو أن تطبعها في كتاب أو نسخة وتوزعها عليهم. أما الإلصاق هذا ليس من عمل السلف كما نعلم، وليس ولا يؤمن أن تمتهن هذه الأذكار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هناك بطاقات تخفيض تباع بمبلغ 100 ريال، وذلك ليستفيد منها من أراد العلاج في المستشفيات، فهل هذا جائز؟ لا، هذا غير جائز. نعم. أحسن الله إليكم. النذر، هذا يسأل عن حكم من نذر نذرا ولم يوفي به، ما العمل؟ إذا كان نذر طاعة يلزمه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فنذر الطاعة يجب الوفاء به لأنه ألزم نفسه به، والله جل وعلا قال: يوفون بالنذر. وصف الأبرار يوفون بالنذر، وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر الطاعة هذا إذا نذره يجب عليه الوفاء به، وهو من صفات المؤمنين الوفاء به. نعم. معنا علي من جازان، تفضل علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا شيخ، فيهم مجموعة عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه كل شهر على كل شخص 50 ريال، والصندوق هذا لمثل صار على شخص حادث وألزم كان عليه واجب تعزية أو مشبه ذلك، أو شخص عليه دية وبيودع السجن يعطى صلفة من هذا الصندوق، فهل هذا الصندوق فيه زكاة أو ما فيه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لأن مصرفه مصرف الزكاة وهو مساعدة المحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم. اتخاذ سجادة معينة للنوافل في البيت يا فضيلة الشيخ، هل هذا جائز؟ لا بأس به، لا مانع منه اتخاذ سجادة أو مكان معين مفروش يصلي عليه، لا بأس بذلك. نعم. يقول: وبالنسبة لتلاوة القرآن، أنا أقرأ قراءة عادية فضيلة الشيخ بدون تجويد، هل أؤجر على ذلك؟ إن شاء الله، المهم أنك ما تلحن اللحن الذي يحيل المعنى. فالتجويد هو ضبط القرآن على الوجه النحوي المطابق للغة العربية، وأما التجويد الذي هو المدود والغنى والإخفاء والإظهار وغير ذلك، هذه مكملات ما هي واجبة. نعم. من يعمل عمل
وهو جاهل بالحكم ثم يتبين له الحكم بعد ذلك، فما العمل؟ إذا كان هذا العمل عمل عبادة، وإيش السؤال؟ يقول من عمل عمل وهو جاهل بالحكم ثم تبين له الحكم بعد ذلك، إذا كان هذا العمل محرما وفعله وهو جاهل، إنه لا يؤاخذ على الجهل لكن لا يعود لمثل هذا. نعم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ لصلاة الجنازة، هناك من يدخل وقد فاته أكثر من تكبيرة، ماذا يعمل؟ يكبر الباقيات مع الإمام، فإذا سلم يكمل التكبيرات على صفتها ثم يسلم. نعم. محمد من الطائف، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. حياك الله، تفضل. تفضل. نحبكم في الله يا شيخ، الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. آمين. الله يوفق الجميع، جزاك الله خير، نعم. يا شيخنا ذا طال عمرك ما يسمى بالعزاء، العزاء اليوم أعظم من الحفل، الحفل طال عمرك ينتهي في يوم وليلة ولا ينتهي في يوم، لكن هذه ثلاثة أيام طال عمرك والمسلمين عليهم صرف وخيام تنصب وصيوانات وسيارات تسد الشوارع وناس تكب ضايفها وتجمع طال عمرك، هذا شيء يعني لا يرضى الله، لا نبغى من كلام يا شيخ، الله يرضى عليك، الله يوفقك لما يحب شكرا ويرضى. شكرا تكلم بهذا شكرا شكرا. نعم، هذه المبالغات لا تجوز، وفيها أيضا تحميل للناس، فيها تحميل للناس بصناعة الأطعمة والولائم، وفيها تعطيل الأعمال ثلاثة أيام، وفيها إتعاب أهل البيت في خدمة الآتين، هذا كله أعمال لا تجوز، وليست هذه من العزاء، بل هذه من الآثار التي ما أنزل الله بها من سلطان، والعزاء أيسر من ذلك، إذا لقيت المصاب تقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، لقيته في المسجد أو في العمل أو في الشارع ويكفي، أو كلمته بالتلفون أو بالجوال أو كتبت له رسالة، كل هذا يؤدي المطلوب في العزاء ولا يكلف شيئا. نعم. شكرا لكم فضيلة الشيخ على ما بينتم لنا في هذا اللقاء المبارك، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة. أشكر كافة الزملاء في مكتبة الشيخ محمد الحامد ويزيد الماضي، كما أشكر الزملاء معي في الاستوديو من مصورين وفنيين ومخرجين، هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.